من طول الغيبات يا بالغنايم، من بعد طول غيبة نورتنا فرقة ميامي البحرين حفلة فنية طربية وبامتياز بتحييها إلى جانب بلبل الخليج فناننا القدير نبيل شعيل. ندمان قلبي عالشوق وايد احبها، اللي هي ندمان قلبي عالشوق على غرام، فوايد احب الاغنيه وحد ما تحمس مستانس لمرحله النهايه من وقت. انا اسمي ساره وانا وايد مستانسه ان انا هني، ان اتس ماي فيرست تايم هير. طبعا بلبل الخليج ومن ما يحبه ومن ما يحب يسمع اغاني، كلنا شوق وكلنا فرح وسعاده لان الحفله تضامنا مع احتفالات البلد بالعيد، عيد الاضحى. هذه أحلى فرح صراحة وأحلى احتفال. أكثر أغنية حابة أسمعها ندمان، هذا هو الكويتي، خصوصاً إن هذا أول حفلة اللي حق نبيل شعيل، إنه مو أول مرة هو يحضر عندنا. اسمي أبرار فريش، جاي اليوم عشان حقق حلم زوجي، يحب ميامي وعاشق ميامي من 14 سنة وهو يسمعني في السيارة ميامي، فقلت احجز له تذكره بدون ما هو يدري وجيت اليوم خذيته معي. اليوم جايين حق حفله ميامي ونبيل شعيل، طبعا مستانسين وايد حق الحفله ومتحمسين حق اجواء العيد ووناسه وكذي، واكثر اغنيه متحمسه لها اللي هي من ميامي ابى استانس، وان شاء الله بنستانس كلنا. يعني اغانيهم كلهم معروفين، يعني اي اغنيه بيغنونها بنشتغل وياهم بنتحمس وياهم وكذي. طبعا نبيل جايين له من قبل ومتحمسين له اكثر هالمره. اتوقع ان الحفله بتكون عجيبه، يعني الدمج بين نبيل شعيل وميامي بيكون وايد حلو. اليوم جايين حفله ميامي ونبيل شعيل، صراحه من شهر ننتظر الحفله. طبعا ما تمت اغنيه، ما قعدنا نحفظها من اسبوعين تقريبا، بس عشان هاي الليله عشان ما في اغنيه ما نعرفها. صراحة الحماس يعني 10/10. والله اليوم جايين هنا أرض المعارض، نبي نستانس ونغير جو من عقب ضغط الدراسة وكذي في الإجازة وأجواء العيد بعد مرة واحدة. جايين زوارنا نبيل شعيل فرقة ميامي. نبيل شعيل طبعا أغنيته المشهورة ندمان، وهو شخصيته الحبوبة بعد خلينا نحبه أكثر وأكثر. وطبعا إذا تبي تغير جو وتستانس لازم تحضر حق ميامي يعني.